السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم ما كاينش افضل واحسن من هذا الطبق، وهو برياني الهندي. تقدموه للضيوف ديالكم، رائع ببهاراته المتميزه. على بركه الله، جوزوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لهذا الطبق، نحتاج واحد الدجاجه فئه 2 كيلو او لا كيلو ونصف حسب الرغبه. غنحتاج واحد البصله كبيره مقطعه شرائح، حبه طماطم مقطعه طريفات صغار، هنحتاج بهارات ناعمة، نص ملعقة من البابريكا، ملعقة صغيرة من كزبرة ناشفة مطحونة، ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة كبيرة من الملح، وملعقة كبيرة من بهارات البرياني. واللي ما كيتوفرش عليهم كان يعمل غرام مصالة، كيتباع يعني جاهز غرام مصالة، يعني هذه توابل هندية. هنحتاج هنا علبة الياغورت الطبيعي، غنحتاج واحد ملعقه كبيره من الثوم، ملعقه كبيره من زنجبيل طري، ملعقه كبيره من مركز الطماطم، ملعقتين كبيرتين من الكزبره الطازجه، تقريبا ربع كاس من زيت الزيتون. وهنا عندي بهارات حب، 10 حبات من القرنفل او المسمار، 5 حبات هيل، 3 ورق غار او ورق سيدنا موسى، 3 عود قرفه، وملعقه صغيره من الكمون حب. غنحتاج هنا طبعا الرز بسمتي 3 كؤوس ونصف. هادو هما المقادير. اول عمليه غنقوم بها، غنغسل الرز ديالي بالماء وغنخليه منقوع، يعني ما فيهش الماء، غير غنصفيه تقريبا واحد 20 دقيقه من بعد ما نقوم بتجهيز الطبق ديالي. اول حاجه غنضيف هنا طنجره فوق النار، غنضيف عليها الزيت، وغنضيف التوابل الحب اللي سبق لي وذكرت. غنقوم بقلي ديالهم شويه تقريبا دقيقه، غير باش كيطلقوا لنا ديك النكهه الرائعه وكيطلقوا ديك المذاق ديال التوابل. غنضيف عليهم الثوم، غنحركها واحد شويه باش ما تحرق لي شي. دابا غنضيف زنجبيل طري ملعقه، سبق لي وبشرته، ودابا غنضيف البصل وغنقوم بالتحريك ديالو حتى كيدبل البصل وكتندمج العناصر والمكونات كامله مع بعضيتها. صدقوني هذا الطبق جد مشهور في الهند وفي الدول العربية، لذيذ بنكهات التوابل رائعة، كيجي غزال غزال بزاف، كنتمنى تجربوه. دابا غنضيف الدجاج. وبالنسبة للتوابل البرياني كيكونوا شوية حارين، واللي كيبغي الحار كتر يزيد مثلا الحار ولا الهريسة ولا السوداني، كيبقى حسب الرغبة. ملي غنضيف الدجاج غنقوم بالتحريك ديالو بهذا الشكل هذا. ودابا جا الدور التوابل الناعمه، طبعا غنخلي لكم مقادير مضبوطه في صندوق الوصف. غنحرك بهذا الشكل هذا، وكنتمنى من الزوار الجدد للقناه يستمروا، ودائما كنشكركم من اعماق قلبي على ثقتكم بوصفاتي، شكرا لكم. دابا غنقوم بالتحريك ديالو. كما كتشوفوا هنايا البصل يعني نزل ودبل، يا سلام لو كنت قدامي تشوفوا الرائحه الرائعه اللي طالعه هاد البهارات. دابا عندي في ملعقه من مركز الطماطم، ثم الطماطم، وغنقوم بالتحريك ديالو بهذا الشكل هذا. بعد ما تقلت لي المكونات كامله، غنضيف الياغورت. ربما المطبخ المغربي ماشي متعود على الدانون او الياغورت في الاكلات والوصفات ديالنا، ولكن صدقوني غيجيكم لذيذ بزاف. وغنضيف الكزبره الطازجه او القزبر الطازج، غنقوم بالتحريك ديالو بهذا الشكل هذا. غنخليهم تقريبا واحد 5 دقائق كيتشحروا كيتقلاو حتى كيندمج كلشي مع بعضيته. دابا غنضيف عليهم كاس كبير من الماء، وغنعمل واحد التحريكة خفيفة
وغنغطي الطنجره وغنخليها تقريبا نص ساعه فوق النار، وغنجوز معكم باش نوجد الروز اللي سبق لي وغسلته. دابا هنا عملت شويه ديال الماء يسخن، زدت عليه شويه ديال زيت الزيتون، قطرات زيت الزيتون تقريبا ملعقه. هذا هو الروز بسمتي من بعد ما غسلته ونقعته. غنضيفو هنايا، ما غنطيبوش الطياب كامل، غنطيبو غير ثلث استوى، يعني غير كينشف من داك الماء صافي كنطفي عليه وكنصافي، لان غير كمل الطياب ديالو مع الجداد. كما كتشوفوا هنايا غير شرب داك الماء وشكلنا داك الفقاعات. دابا غنقوم بالتصفيه ديالو باش من بعد نوريكم كيفاش غنزيدو على طنجره الدجاج. هنا هذه الوصفه هذه للتزيين، واحد البصلاق شلطته بهذه الطريقه رقيقه وغنعملها في الزيت حتى كتحمر، كتعطينا واحد اللون غامق بني. وغنحمر شويه الصنوبر في زيت البصل، نفس الزيت البصله للتزيين. هذه هي الطنجره من بعد ما غازت نص ساعه وجدت تقريبا عيوجد، غنضيف عليه الروز. يعني انا كنوري لكم هذه الطريقه ديال البرياني على اصوله، الصراحه كنتمنى تجربوها وكنتمنى تبهروا عائلتكم وضيوفكم بهذا الطبق. هذا غنحاول نوزع الروز بهذا الشكل هذا على القدر ولا الحله ولا الطنجره بهذا الشكل هذا حتى كي توزع كامل. ودابا هنا يعني من ربع ملعقه صغيره من ملون غذائي، وعلم معاه شويه الماء، وعنقوم بالخلطه ديالو كزينه. هما الوصفه الحقيقيه كيخلطوها مع ماء الورد، لكن اللي بغى يعمل ماء الورد يعملو، انا عملت غير الماء عادي باش ملي كنقلبوا الروز كيعطي لنا داك الالوان الشهيه بهذا الشكل هذا. دابا غنضيف البصل اللي سبق لي وريت لكم حمرته، هذا هو اللون اللي عطاني، كيجي مقرمش، كيعطي واحد القرمشه رائعه وكيعطي واحد النكهه رائعه. يمكن كيبان لكم محروق ولكن هو هيدا كيكون، يعني المطابخ العربيه معروفه بهذا البصل. غنضيف هنا الصنوبر، وغنضيف القزبره الطازجه او القزبر. غنقوم بتغطيه الحله ديالي ولا الطنجره. غنعمل هذه العمليه هذه باش الروز كيهبط من تحت وكيندمج مع الدجاج، ضروري نعملوا لواحد جوج دفيعات باش كيهبط من تحت. وغنغطي الطنجره وغنخليها تقريبا من 20 حتى 25 دقيقه على نار هادئه جدا حتى كيطيبنا الروز. وها هو الروز طاب والمكونات كامله ما شاء الله طابت. دابا غنزول ديك الزينه اللي زينت من فوق، غنعملها في واحد الطبق باش نزين بها يعني الطبق ديالي من فوق، لاننا تعمدت نعملها قبل باش ديك البصل كيعطي ديك النكهه. هذا هو البرياني من بعد غنقلبو بهذا الشكل هذا، ما شاء الله باقي سخون وغزال غزال والريحه شهيه شهيه. ها انتم كتشوفوا القوام النهائي ديالو. دابا غنقوم بالتزيين ديالو بديك البصل والصنوبر اللي سبق لي وعملت وزولتهم بهذا الشكل هذا. وكما قلت لكم كنتمنى تزوروا القناه دائما وتدعموني باللايكات ديالكم، واللي باقي عمره ما شارك في القناه كنتمنى يشارك بتفعيل الجرس الاحمر. وعندي في شويه ديال المعدنوس، وهذا هو اله طبق برياني هندي، كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله، مع السلامه.